وصلنا إلى فقرتنا ومحطتنا الأسبوعية طفلك، واليوم معنا الطفل محمد نسيم السلمان. أهلا وسهلا فيك معنا. مرحبا، صباحكم سعيد، صباح الوطن الجميل. يسعد صباحك محمد. أنت موهبة حلوة ومميزة. بالأول عرفنا عن حالك. اسمي محمد نسيم السلمان، طالب في الصف الرابع في مدرسة رواد العد. أحب أن أستيقظ باكر لأشاهد شروق الشمس في مدينة الجميلة من على شرفة منزلي، حيث تداعب أشعة الشمس أوراق شجر الليمون، وتشاركني هذه اللحظات طيورا تحب أريحة كما أحبها. وأحب القراءة والرياضة والشعر العربي واللعب مع عائلتي التي تغمرني بالحنان والأمان. ما شاء الله عليك. شكرا. احكي لنا هلا، ان عندك مواهب كثير. عندك ركوب الخيل وكاراتيه وشعر ورسم، شو هالمواهب المتعدده؟ ايش اكثر شيء بتحبه فيهم؟ اكثر شيء احب ركوب الخيل مع اختي مع اخي واخواتي. استمتع بركوب الخيل على فرس مروض وجديد. وما هو سر التحدث باللغة العربية الفصحى محمد؟ حتى ساعدتني أمي، تدربنا وقرأنا قصصا عديدة، فهذه القصص هي التي تصنع روادا للمستقبل، تسرع فينا فكرة خير حتى يصبح غدنا أفضل. أنت كمان موهوب بالشعر صحيح؟ عشان هيك اللغة العربية الفصحى صحيح؟ أنت اليوم جاي عندنا عشان إيش تحكي لنا أو إيش تلقي لنا؟ سألقي على مسامعكم قصيدة ألفتها أنا وأمي. اسمع، هذه القصيدة سنلقيها على مسرحية تخريج الصف التاسع، وهي بعنوان لسنا أرقام. كمان مرة، إيش عنوانها؟ لسنا أرقام. لسنا أرقام، وهي تتكلم بلسان الشهداء. لسنا أرقاما يا سادة، لسنا أرقاما تحصوها بدفاتركم وتودوها، وعلى أرقام منازلكم صورا عتقت فتزيلوها، كنا ضحكات تتعالى بين الصفحات، وضجيجا يعلو ومزاحا فرحا وحياة، لكنا صرنا أرقاما بين الصفحات. لسنا أرقاما بل نحن فراش وحمام، وبغصن الزيتون الأخضر تحلو الأيام، وعلى أنغام أغانينا قد ننسى ما يؤلم فينا، ونضمد جرحا يدمينا، ونعيش بحب وسلام. الله عليك يا محمد. بسم الله عليك، ما شاء الله. شكرا لوالدتك اكيد اللي مهتمه فيك وساعدتك في كتابه هاي القصيده. محمد، انت كمان اخذت المركز الاول في تحدي القراءه على مستوى اريحه. احكي لنا عن المسابقه. كانت تجربه ممتعه مع اوراقي وحكاياتي، تعرفت على اصدقاء جدد، وزرت مكتبه مؤسسه عبد المحسن قطان، تعرفنا على امينه المكتبه كانت لطيفة، وشربنا الشاي. أهدانا مؤسس المكتبة 5 كتب وصندوقان فيهما كتب لنتبرع بهما لمدرسة لكي تصنع مكتبة. الله الله، اسم الله عليك، ما شاء الله عنك. هلا أنت كمان بتقرأ كتب صحيح؟ إيش أكثر كتاب أنت حبيته من خلال، وكم كتاب قرأت؟ لو أفكر يوما في عدد الكتب التي قرأتها تقريبا يعني 100 250، قد ايه بيطلعوا تقريبا كثار ولا كل قد ايش بتقرا؟ انا لا اعد الكتب التي قراتها، فانا لا افكر يوما في عدد الكتب التي قراتها، فانا ترارات بين الكتب، ربما صارت الكتب تحبني وانا احبها، وصارت صفحاتها الملونه ترسم على وجهي الابتسامه حينما اقراها، واتنقل من نوادر جحا الى مخلوقات قد لا اراها الا بين صفحات كتاب. محمد، مين اكتشف موهبتك بالبيت، بابا ولا ماما ولا انت اكتشفت حالك؟ امي ساعدتني وقفت الى جانبي. أمي هي التي تدعمني دائما، أنا أقرأ قصة. هلا بابا بزعل. أبي صدمتي. أبي دائما في العمل
يقوم بإحضار المال وأمي هي التي تساعدني في المنزل. بس واضح لأمين الولاء. جميلة. طيب ما حكيت لنا عن أكثر كتاب أنت بتحبه؟ أكثر كتاب أحببته شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال. كتاب قرأته وأدركت أنه لي موهبة شعرية. قرأت ما فيه من أشعار وألفت أشعارا وحفظت لشعراء آخرون. سأتحدث بلغتك الفصحى وأسألك ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ رئيس شركات ناجحة. قد أصنع في المستقبل أمرا قد لا يصنعه أمرا قد لا يصنعه شخصا في حياته. حلو حلو، الطموح عالي، هذا أهم إشي. أنت كمان بتلعب كاراتيه صح؟ نعم. بأي حزام وصلت؟ صرت في الحزام الأزرق، وأنا أحب الكاراتيه فهي وسيلة للدفاع عن النفس، وبها طرق للهجوم وطرق للدفاع، فعن طريقه تستطيع أن تغير الوضعية التي أنت فيها، وهكذا ستتغلب على خصمك أيا يكن. الله يعني قوي، بدافع عن حاله بشراسة. بس ما تكون بتضرب أصحابك بالمدرسة هيك مستفرد عضلاتك يعني. شكله قام السكوت. طب بدنا نحكي عن الشطرنج، تلعب شطرنج انت كمان؟ نعم العب شطرنج مع اختي منى. اختي تقوم بتعليمي واقوم بالخساره امامها. تقوم باللعب معي وانا اقوم باللعب مع اخي. اختي تهزمني وانا اهزم اخي. الله. العب في المدرسه والعب في البيت. محددين اهدافهم. مش مشكله، يعني هي الخساره لابد منها محمد. صح، عشان نتعلم. احكي لنا شوي عن اهلك، عن اخواتك، انت اكبر واحد ولا اصغر واحد؟ انا لست اكبر واحدا ولا اصغر، فاختي روز هي اكبر مني. واختي منى اكبر ولكن اخي احمد اصغر مني. فأنا في ترتيب العائلة أتي الثالث. ما شاء الله عليك، اسم الله عليك، يعني مواهب متعددة، شطرنج، ركوب خيل، كاراتيه، شعر، كتب، كل هاي المواهب مجموعة بالطفل محمد. محمد إيش بتحب آخر شيء تحكي رسالة لبابا، لماما، لأصحابك، لمدرستك، وللناس اللي بتشوفك هلأ؟ أمي يا ملاك في جنان الخلد، يا رحمة من عند رحمن رحيم، هي باقة من ورد من نرجسات قد تنسم أطرها هب النسيم. أمي نسيج من قيوط الشمس ترخي زدلها فوق القلوب. أمي عبير الورد يعلق في زوايا الروح. أمي أمان قد تشابك في ثنايا ثوبها، في طرف إصبعها، في بسمة من ثغرها. أم الربيع إذا أتى بجماله يكسر روابي خضرة وبهاء. يخلي لك إياها. طب أنت شكرت بس فيك. الماما هو قولك ولاء واضح. ما في شكرا للمدرسة، لأصحابك، للبابا، لبابا، للناس اللي بتحضرك، ما في لروز، لحدا من خواتك، لك منى. أوكي. لك تحكي لهم شكرا. شكرا لكل من دعمني وساعدني. ايوه هيك، برافو، شكرا لكل، ما بدنا نزعل حدا. طيب شكرا لك، واكيد نتمنى لك التوفيق، واكيد تحدي القراءه مش بس على مستوى اريحه، حيكون على مستوى الوطن وابعد، عالم ان شاء الله بتكون. شكرا محمد. اذا مشاهدينا دائما بنكون فخورين بمواهبنا وباطفالنا، وبتاكيد كل اسبوع في عنا موهبه، فبتقدروا تراسلونا على صفحتنا فلسطين هذا الصباح على الفيسبوك لنستضيف اطفالكم الموهوبين معنا في البرنامج. نعم، مستمرون معكم وفي اخر محطه لمشوارنا الصباحي الى الخليل، وجوله علميه في معرض الكون، وهو عباره عن معرض في مدرسه الازهار يضم مجسمات للكون والكواكب والمجرات وكل هاي الامور. نعم، وفي هذا المعرض تواجد